مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إدواكم في يديكم. نواصل في هذا الأسبوع الكلام على أو الكلام على المواد والأصلية الطبيعية اللي كانت مستعملة عندنا طبيا منذ قرون، ثم الطب الحديث جاء وكل هذا الطب التقليدي والمواد التقليدية هذه تقريب نسوها الناس مع هذا الطب الحديث. فتكلمنا في الأسبوع الماضي على الرشاد وعملنا شوية فرق بين الرشاد وحب الرشاد، وقلت بأنني في هذا الأسبوع راح نتكلم على حب الرشاد. ف عندنا الآن ما هي استعمالات حب الرشاد بصفة مختصرة، لأن لو نبدأ نفصل بالتفاصيل الكثيرة راح نأخذ وقت كبير على حب الرشاد. وحب الرشاد هو استعمال تقليدي معروف جدا في العالم العربي وخاصة في العالم المغاربي، الجزائر تونس والمغرب وليبيا. في الأسبوع الماضي تكلمنا على العشبة كرشاد، واليوم راح نتكلم على حب الرشاد. لكن خلينا نعمل تقريب تلخيص لما تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي. في الأسبوع الماضي تكلمنا على هذا العشبة الحب الرشاد اللي نسموها في العاصمة الجزائرية القرنونش، وربما عندها بل عندها أسماء أخرى في أماكن أخرى خاصة في المغرب وتونس. فقلنا بأن هذا الرشاد أو لو كريسون دو لو كريسون دي فونتين عنده فوائد هائلة في جسم الإنسان، وأنه عملنا ملاحظة على أن هذا العائلة الكريسيفير ولا لبراسي كاسي، هذه العائلة تاع الخضر ممكن فيها مادة اللي تعطي للناس الغواتر، يعني عندها انفي غواتروجين، لكن ماهوش حتما أن هذا يكون. الإنسان إذا كثر من هذا الكرومبيط ولا الرادي ولا الشوفلور ولا هذه العائلة تاع الخضر هذه، ممكن الإنسان يجيه الكوادر إذا كسر منه كثير، يعني أن الإنسان يأكل يوميا مرتين في النهار لمدة طويلة، هذا ممكن يأثر عليه ويعطي له الكوادر. لكن الإنسان يقدر يأكل كل هذه المواد ومن بينها الرشاد أو القرنونش، يقدر يأكله يومين بكمية صغيرة لا بأس به، بل فيه فوائد قوية جدا. وقلنا أن هذا الانديس أندي، هذا السلم اللي يعمل تصنيف الخضر والمواد الطبيعية، يقول بأن الرشاد هذا لو كريسوندو عنده هو في المرتبة الأولى من المواد الطبيعية المغذية. فالشيء الآخر اللي لاحظناه هو من بين عمله على المفاصل، عمله على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الهضمي، تكلمنا على كل هذا. من بين هذا الشيء الملحظ هو أنه عنده مفعول ضد السرطان، وشفنا بأن هنالك دراسات كثيرة في هذا الميدان. فتكلمنا على الرشاد اللي هو الأوراق هذه اللي نأكلها، واليوم راح نتكلم على حب الرشاد. لكن هذه الدراسات اللي استعملت على الرشاد كأوراق كسلطة، تقريب نفس الدراسات تثبت بأن المفعول ضد السرطان موجود أيضا في حب الرشاد اللي هو لو كريسون ألينوا. شفنا بين الأسبوع الماضي بين التجربات بدأت تقريبا مع هذا البروفيسور ليون بيني، مش بدأت معه لكن هذا المعروف، لأن هنالك دراسات كانت في العشرينات والثلاثينات تكلمت على قضية
مفعول الرشاد على السرطانات، لكن ما هيش معروفة كثير. المعروف هذا البروفيسور ليون بيني في السنة 60 عمل تجارب وجد بأن الرشاد هذا القرنونش لو كريسون دي فونتين لو كريسون دو عنده مفعول قوي ضد السرطان. هذه الدراسة أكدتها جامعة لوسير في 2007 وأكدتها المدرسة الطبية للمستشفى الطبي في ساوثهامبتون في بريطانيا. هنالك في 2018 دراسة تركية أيضا أكدت المفعول للرشاد ضد السرطان. وفي 2019 يعني العام الماضي دراسة هندية أيضا جاذبة أكدت بأن الرشاد أو القرنونش هذا السرطان عندها مفعول قوي ضد السرطان. فهنالك دراسات أخرى ما نقدرش نتكلم عليها كلها تقول بأن هذا المكون في الرشاد في القرنونش اللي هو اسمه إيزوثيانات مكون في الرشاد عنده مفعول قوي أيضا ضد سرطان الكولون وضد سرطان البروستات وسرطان الثدي وما يشبه ذلك. فعلميا برهنونا ورونا كيفاش هذه المادة الجليكوزينولات يتحولوا إلى إيزوثيوسيانات، وهما هذ الإيزوثيوسيانات إيزوثيوسيانات اللي هي عندها مفعول ضد السرطان. فشفنا المكونات نتاع الرشاد تاع القرنونش وهي تقريبا نفس المكونات نتاع حب الرشاد اللي راح نتكلم عليه اليوم، معادن كثيرة لهذا اللي عنده قوة غذائية كبيرة، الفوسفور كالسيوم مغنيسيوم سوبر الصوديوم البور الحديد النحاس الزنك المنغنيز وفيتامينات كثيرة خاصة من صنف فيتامينات بي. مفعول قوي على كل المستويات، على الجهاز الهضمي، على الجهاز التنفسي، على الجهاز الهضمي على لغات يعني الطحال، مقوي للمناعة، وعنده مفعول قوي في المفاصل يعني ضد الروماتيزم وضد البروبليم أوستيو أرتيكولير المشاكل المفاصل. اليوم نعطوا لمحة خاصة على حب الرشاد. حب الرشاد هذا اللي هو يستخرج من النوع الثاني من الرشاد، يعني هذا النوع الرقيق ماهوش اللي فيه ورقة غليظة، هذا اللي راه نشوفوه على الصورة هو يقدر الإنسان ينبته في مكان أي مكان ينبت بسهولة. فحب الرشاد عنده قلنا نفس العمل في جسم الإنسان كالرشاد الآخر، بل زاد في فوائد أكثر لأنه فيه الكبريت أكثر من اللي في الورقة. حب الرشاد فيه المواد الكبريتية أكثر من الورقة، ولهذا عنده مفعول قوي ضد المفاصل، التعب للصغار وللكبار، التوبركولوز مرض السل، مرض السل الكالكول بيليير يعني الحجر في المرارة، الديابات مرض السكر والسرطان. فالشيء اللي يميزه أيضا من الرشاد يعني حب الرشاد من القرنونش هو أنه فيه اليود بزاف. احنا قلنا في البداية بأن الخضر هذه اللي من عائلة الكروسيفير ولا البراسيكاسي، هذه العائلة دائما ممكن فيهم مادة اللي ممكن تكون الغواتخ، لكن نشوفوا أن حب الرشاد فيه اليود بزاف، واليود تكافح المشاكل الغدة الدرقية. والناس اللي تكون عندهم الغدة الدرقية حابطة العمل تاعها مهوش قوي
تزيد حب الرشاد يزيد في العمل تاعها. ليش؟ لانه عنده كثير من اليود، وفي طبعا كما شفنا المعادن كثيره جدا، وهذه راح تعطي له قوه هائله وتخلي حب الرشاد يكون من هذه النباتات اللي هي تسخن الانسان، وخاصه في فصل الشتاء، وخاصه للناس اللي عندهم مشكل مع البرد. ف ما هي ما هو مفعول حب الرشاد في جسم الإنسان؟ فالشيء الأول الرئيسي هو هذه المعادن الكثيرة، هذه الفيتامينات الكثيرة تعطي قوة هائلة لحب الرشاد، فهو مقوي كبير للمناعة. وبما أنه عنده هذه القوة لابد نأخذه بكميات صغيرة. إنسان ما يزلمش ياخذ اكثر من مغرف صغيره، ملعقه صغيره في كل يوم. فغران ريشوفونت في حب الرشاد بما انه مسخن كالزنجبيل وكالقرفه مثلا وكمواد اخرى من بينها الخنجلان، فيستعملوه الناس خاصة في الشتاء، يغلوه في شوية حليب ويعطوه للذرية الصغار، خاصة الذرية الصغار. وشفنا أيضا بأن الأولاد الصغار اللي تعبانين ما همش صحاح حدثا، مليح نعطوا لهم حب الرشاد في شوية، نغلوه لهم في شوية حليب ونعطوه لهم، راح يقوي لهم المناعة تاعهم ويقوي لهم الطاقة تاعهم. كمقوي لجسم الإنسان شفنا أيضا أن في خاصة في الجزائر، في المغرب، في تونس، يعطوه للمرأة نفسها، المرأة اللي تكون غير ما ولدت، هذا الرشاد في كمية من الحليب، هو والزنجبيل وال القرفة والخنجلال، هذو كلهم رايحين يعطوا قوة للمرأة النافس. فتقليديا هذا واش كان في بلداننا يمدوا للنساء، ومليح أننا نتكلم على هذا، لأننا لابد أننا نحيي هذه الأشياء اللي نسيناها، لأن الطب الغربي سيطر علينا ونحاها لنا من الطريق، فلابد أننا نحييها ولهذا نتكلم عليها. الميزة الأخرى لحب الرشاد هو أنه يقوي الكسر. معروف تقليديا أن الناس يديروا مادة يسموها الجبيرة، يجبروا بها الكسر. فهذا البلاتر طبيعي، وبلاتر طبيعي عنده ميزة على البلاتر تاع المستشفى، لأن البلاتر تاع المستشفى ما عندوش مفعول طبي في الكسر، هو يمسك مثلا يمسك فقط الكسر، لكن حب الرشاد هو عنده مفعول لتقوية العظم في الكسر. فنديروا به جبيرة، الجبيرة هذه تستعمل بزوج طويسات نتاع فارينة، طاسة حب الرشاد، حبة بيض، وإذا أمكن الحال ممكن نزيدوا شوية ما بنا عملوا هذا الجبيرة، والجبيرة هذه نديروها على المكان المكسور في اليد ولا في الرجل، نديروها مليح هكذاك ونغطوها ونخلوها تيبس لمدة أيام حتى وين نحسوا بأن هذاك الكسر برا. هذا شيء طبيعي كانوا يديروه بكري، ما يحتاج الإنسان يروح للمستشفى، سهل مهل. لابد أننا نحيي هذا الجبيرة من جديد. حب الرشاد أيضا عنده مفعول على الجهاز التنفسي، معروف جدا تقليديا، كل أمهاتنا كانت تستعمله. فنحتاج إلى حبة بيض تكون حبابي طبيعية مش تاع تريسيتي. هذا النساء اللي يستعملوا هذا الأدوية يلحوا على أن البيض لابد يكون طبيعي، ماهوش نتاع الباتري. حبابيض مغرف نتاع حب الرشاد،
ويخلطوا هذا مليح البيض مع حب الرشاد هكذاك، وإذا اقتضى الحال ممكن الإنسان يزيد شوية فارينة ويديروا هذا يطلوها على صدر الإنسان، وخاصة الصبيان. الصبيان جيهم الحرورة هذيك لأنهم صغار دائما عندهم مشاكل برد كذا، فحب الرشاد بهذا الطريقة يساعدهم. بعد يومين ثلاثة نشوفوا أن طول الحياة، وأنا كنت صغير وكنت نشوف أمي كانت تعالج الصبيان بهذه الطريقة، وطريقة فعالة جدا. إيبوتو بروتكتيف، حب الرشاد أيضا يساعد على الوقاية نتاع الكبد. الكبد هو المعمل الكيميائي نتاع الإنسان، وكل الأشياء تعقب عليه في المغذيات المواد السامة هو يفرزها بينحيها. فعملوا دراسة وجدوا بأن استعمال مستخلص حب الرشاد في الكحول يقوي الفئران اللي داروا لهم تسمم في الكبد. التسمم هذا عالجوه بمستخلص كحولي لحب الرشاد، عطوها لهم، شافوا بأن بعد أيام هذا التسمم في الهباتيت هذه مثلا زالت. والتجارب هذه أعيدت ووجدوا هذه تجربة عملوها في 2016، هذه في مجلة Complementary and Alternative Medicine، مجلة الطب البديل. مفعول أيضا ضد السرطان. احنا شفنا بأن الرشاد يعني القرنونش هذا كأوراق كسلطة عنده مفعول قوي ضد السرطان، والدراسات كانت موجودة كثير. فالدراسات على حب الرشاد أيضا بدأت، هي قليلة لكن بدأت، ووجدت مثلا في 2013 دراسة تقول بأن اثنين نوعين من الخلايا السرطانية كونوهم لبعض الفئران، وبعد استخلصوا حب الرشاد في كمية من الماء وعطاوه لهذا الفئران اللي المسرطنة اللي داروا لها نوعين من سرطان جلد وسرطان في الثدي تاع الفئران الأنثى. فوجدوا بأن استعمال المستخلص المائي لحب الرشاد لهذا الفئران يقتل سرطانات الخلايا السرطانية عفوا، ولا تبقى هكذاك مقلصة، يعني يا إما تقلص نيكروز ولا أبوبتوز، يعني الخلايا تقتل تماما وتروح في النوعين من السرطانات. لكن مع كل هذا الدراسات فيما يخص حب الرشاد والسرطان ما زالت أولية، ويبدو أن ما فيش انتباه للمخابر الدولية الطبية لهذا العلاج الطبيعي، وكعلاجات أخرى طبيعية فما هيش من اهتمام الشركات الطبية. ولهذا إلى يومنا هذا ما عندناش دراسات كثيرة قوية علمية محضة فيما يخص هذا حب الرشاد. لماذا؟ ممكن لأن حب الرشاد ما يجيبش فلوس، أي إنسان يقدر يستعمله، وهذا ما يهمش كثير من الشركات الطبية. فما على الأطباء المسلمين، احنا عارفين باللغة العربية يعملوا دراسات ولكن ما عندهمش مخابر، فلابد أن هذه الدراسات تتقدم وتتقوى حتى نرجعوا لهذا الطب التقليدي مكانته اللي كانت عنده من قبل، ونرجعوا مكانة علمية مدروسة. احنا تقليديا نعرفوا بأن كثير من النباتات عندها مفعول والتجربة تثبت ذلك، لكن
الطب الحديث يحب أن تكون هنالك دراسات علمية قوية اللي تثبت ما أتى به ما أتت به الطبيعة. حنا نعرف إلى يومنا هذا ما كاش عشبة، ما كاش نبتة، ما كاش خضرة كانوا يستعملوها أسلافنا طبيعيا، ما كاش واحدة منهم اللي العلم قال هذه ما مش بصح، ما عندهاش هذا المفعول. إلى يومنا هذا الطب برهن بأن كل شيء استعمل تقليديا علميا يقدر يبرهن عليه في كثير من المجالات. فهذا الشيء اللي حبيت نقوله اليوم على حب الرشاد بصفة مختصرة جدا. وممكن عندنا الدكتور جودي معنا، إذا الدكتور جودي ماهوش معنا ممكن نمشي إلى بعض المكالمات. هل من المكالمات عدنا الأخ أحمد من الجزائر، السلام عليكم الأخ أحمد. يبدو أن الأخ أحمد ما يسمعناش. عدنا الأخت حياة من فرنسا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أحمد أختي، تفضلي. وانا نتشاب فرنسي سوفي أشاب العربية، تفضلي. فوالا، عندي اختي عندها صافي لونطون بون، عندها الديابيت مي سواني اي تو. ديابيت تيب 1 ولا تيب 2؟ تيب 2، ديابيت دو تيب 2. اوكي، شحال في عمرها؟ صافي 5 موا. عندها بس كاروس لا فيتامين بي 12. وي او دوكا مي الا توجور بون، الا اون انجيكسيون بار جور تاع لا فيتا بار موا la vitamine B12, mais elle a des douleurs au niveau des pieds. Dans la journée, ça va, mais dans la nuit, elle a des picotements, elle a des fourmillements. C'est comme si quelqu'un avec des coups de poignard, elle a très très mal. Elle a une supplémentation de la vitamine B. Non, elle a une carence, elle a moins de vitamine B12. Et bon, mais elle a une carence, vous avez vu le médecin quand même. Oui, on a vu le médecin, tu as une piqûre, une injection tous les mois. Et du look, ça va, elle a le normal, elle a 300 et quelques. D'accord. Chaque fois, elle a 75 ans. Allah yibarak. Ok. هنايا ممكن هذا يكون المفعول الاخر اللي في سيكوندير تاع الانجكسيون، جو سي با، باسكو هذا ما كانش عندها من قبل الانجكسيون. نو ما عندهاش لي انجكسيون، مي سي لو مال هذا جا لا دولور او بيي. وي جالها افون ديرو لاناليز تاع لا فيتامين بي 12. بون داكور. Et donc l'injection, oui, l'injection qu'elle fait par mois n'a pas résolu ce problème. Bon, elle a résolu ce problème parce qu'elle a fait 120, donc elle a 350. Oui. Mais le médecin, il faut faire une injection à vie. Ah. Voilà, mais c'est les douleurs aux pieds, c'est les douleurs aux pieds, voilà. Bon. Eh bien, donc, je n'ai pas tout le dossier devant moi et c'est difficile de vous donner quelque chose de très précis, mais je peux vous dire que si vous pouvez lui donner des jus de légumes, oui. Jus de légumes, on a la betterave, oui. On a, je ne sais pas si vous êtes en France, là, vous avez le radis oui, noir. Oui, je suis en France, oui. Vous avez le radis noir. Oui. Vous avez le cresson, on parle du cresson là. Oui. Oui. Vous avez, elle peut manger du cresson tous les jours un peu. Oui. Vous avez le céleri. Oui. La carotte. Oui. Essayez de lui donner à peu près trois jus, des petits verres, hein, trois jus par jour. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Trois jus par jour. Sur une semaine et vous verrez comment ça va. En général, ça, si c'est un manque de minéraux, ça va peut-être combler ça.
ça peut réparer. Je ne peux pas, parce que je ne suis pas à côté d'elle, je ne peux pas vous dire de lui faire un jeûne thérapeutique de 5 jours, parce qu'elle a 75 ans quand même, et il faut qu'elle soit suivie par un médecin si on lui fait ça. Mais le jeûne thérapeutique, il peut résoudre pas mal de problèmes aussi. Ouais. Alors que là, je ne sais pas, moi je ne sais pas si elle avait pris des médicaments auparavant, parce que vous savez, certains effets secondaires de médicaments, ils peuvent survenir plus tard, pas tout de suite. Oui, justement, moi par exemple, parce qu'on m'a dit que c'est pas les médecins, hein, c'est moi, j'ai dit, c'est la metformine, parce qu'elle prend de la metformine. Ah, voilà, vous ne m'avez pas dit ça. D'accord. Ouais, moi, bon, ben, je soupçonnais qu'elle avait quelque chose d'autre, oui. Oui, elle prend le traitement du diabète. Oui, la metformine du diabète type 2, effectivement, ça peut causer des ennuis. Eh ben ouais. Là, c'est-à-dire qu'il faudrait essayer de remédier au diabète type 2. Oui. Donc, et ça passe par une très bonne correction nutritionnelle, faire revenir la personne à un régime alimentaire naturel tel que Allah nous l'a prévu, sans additifs chimiques, sans engrais chimiques, sans ajouts, etc. C'est peut-être le prix à payer pour revenir à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai traité déjà du cancer type 2 l'an dernier, et je crois l'année d'avant, les universités ici en Angleterre ont prouvé qu'on peut le régler avec un changement de régime alimentaire en revenant à un régime naturel. Oui. D'une part. D'autre part, vous pouvez, j'ai un petit document sur Internet qui s'appelle « Stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale ». D'accord. Elle est sur Google. Elle est sur Google, sur la stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale. D'accord. Alors vous appliquez tout ça, et ça fait un changement dans le régime alimentaire et dans le mode de vie aussi. C'est histoire de dormir bien comme il faut, ne pas se mettre dans des situations de stress, etc. etc. Et là, ça peut vous aider à résoudre pas mal de problèmes. Oui, parce que là, en ce moment, elle prend... Elle oui. prend des grains. Oui. Je ne sais pas si c'est bon ou... C'est très bien. C'est un hypoglycémiant. J'en ai pas parlé ici parce que j'en ai parlé la fois dernière avec le Rachid lui-même, le Gernounich, c'est-à-dire le Cresson des Fontaines. J'en ai pas parlé. Mais Habarchad, il a un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il réduit le taux de la glycémie dans le sang. Et c'est très bon. Mais il ne faut pas exagérer. Une petite cuillerée à café par jour, ça suffira. Oui, elle prend une demi, de toute façon. Voilà. Elle commence par une demi. Parce que dans les analyses, là, y a un petit rhumatisme rhumatoïde qui est sorti. La polyarthrite rhumatoïde. Oui, c'est le facteur rhumatoïde qui est un peu élevé. Oui, bon ben écoutez, ça complique le tableau clinique, c'est possible de traiter ça, mais je pense que on vous donnera mes coordonnées là, on pourra en discuter en logo, parce que ça va demander un traitement sur le long terme. Voilà. Donc, Adnan Al-Akh Mahmoud min Qasantina. Akh Mahmoud. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. حاكي مشاركة بس الله يسلمك بارك الله فيك خويا تفضل الحمد لله بارك الله فيك يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله الله يسلمك اجمعين راح نسقسيك بس في الوقت على شو تاع البصل هذاك كيف القيمة تاع البصل اللي طالع على المقدة القيمة تاع قشور تاع البصل انا مي وجه حد قشرة تاع حبة تاع البصل ما نغليها في طاو تاع الماء ما سمعتكش مليح خويا قلت لك القشور تاع البصل هذاك ايوا يضغط عليه ايوا نبدا هذا المفرطات تاع المكدة نحب القشور تاعها يعني شحال دير من الماء في القشور ولا شحال دير قشور في الماء؟ شوف دير في الماء قشور القشور عادة تقبض ريتلا دير فيها كمشة تاع قشور ايوا كمشة تاع قشور في ريتلا تاع الماء
تخليه لمدة تقدر يا إما تديرو على النار ثم ولا تخليه أحسن تخليه تديرو في الليل وتخليه الصباح كما نعملو مثلا للشيح ديرو في الليل ونخلوه نشربوه الصباح تخليه الصباح هكذاك يطلق الماء تاعو أحسن هكذاك الإنسان يشربوه بصفة متقطعة في النهار دير في ريت لما دير تقريب كمشة هكذا تاع نتاع القشور سي محمود دي بدون معنا اوكي الاخ زهير من فرنسا السلام عليكم زهير السلام عليكم سلام الاخت اخت زهيره السلام عليكم اسمحي لي السلام عليكم تحياتي لك خويا الله يسلمك اختي والله شفتك حب الرشيد هذا حب الرشيد اخي هو احمر وخلاص هذاك حب الرشيد الصغير الصغير احمر هكذاك ايه نعرفه كانت جده ربي يرحمها تزاولي به الله يبارك كاش ما كاش ما عندك وصفه تعطيها لنا لا قلت لك يعني كانت تداوي به هي كانت باسكو هو كي يسمخوه يعود كما شغل فيه جيلاتين والله اي والله هذاك هو كانت تدير جده به تداوي به الاولاد جده ربي يرحمها كانت واش كانت تداوي؟ واش كانت تداوي؟ كانت تداوي الاولاد الصغار كانت تداوي المراه حسك الحامل وكانت ساشبان ايوه ما على بالكش واش من الامراض كانت تداويها دير حسك البنافع كانت كي دير تسلق للولاد وتخدم وحدها الكحل ودير لهم تخدم وحدها الحوايج تخدم كلش تشري وتخدم ما تجيب هذاك الكاليبتوس ولا الكاليتوس ولا واش يقولوا له ثاني دير به هي امام طاد داوي به روحها امام طاد داوي الناس اللي يعني يعيطوا لها ويقولوا لها وانتم هزيت من حوايج شوي انتم ما كتبتوش كل هذا الوصفات والله والله اخويا كان العبد ما متولاه صح نتوله ليها هكا وعارفينها واش دير وهذا حب رشاد هذا احنا كنا كنروحوا من الفيلان تاعنا في الطيف عندنا الدواور عندنا دوارنا فيه حسك كان الماء صافي كان ودان عندنا فيه ودان خارجين يعني من الارض ويعودوا ودان نلقاو هذه نحيوها احنا كنا واش نسميوها نقولوا لها الحاره ايوه والله يا خويا رشيد غير كنا نقولوا لها الحاره هذا هذا اللي احنا نسموه القرنونش في العاصمة في العاصمة ما نعرف احنا في الطيف أيوة. هذا يقولها الحارة ينوض في الماء ينوض في الماء ويدان أيوة. عندنا ويدان نضاف والروح في وقتها الروح نجيبوها كل كيما نقولوا هو يعود وقتها وحنا نطلعوا للدواء للويدان هذوك نجيبوا منها وحنا كيف كنا ناكلوها احنا كنا ناكلوها نغسلوها برك وندوزو بها الكثره مليح تغسلوها مليح تغسلوها مليح لخاطر ممكن اذا كان فيها تلوث من طرف وسخ البقر ولا المعيز ولا حاجه ممكن يدير مشكل كبير في الكبد لا دوب دو فوا وي يعطيك الصحه احنا كنا نغسلوها والله مليح على خاطر نقولوا انسجامي فيها العلك اهم اختي انت والمستمعين الاخرين المشاهدين إذا عندكم وصفات على حب الرشاد ولا أعطوها لنا قولوا لنا عليها باش الناس قاعد يسمعوها ومن فضلكم من فضلكم من فضلكم حاولوا تكتبوا الأشياء هذه اللي رانا نقولوها وانتي يا الأخت عندما ترجع للصيف ثم إن شاء الله شوفي الشيوخ والعجائز اللي عندهم الوصفات وكتبيها عندهم الوصفات وكتبيها نقول لك أنا ما نكتبش عليك أنا أمية معليش كاين بنتك ولا أولادك ولا يقدروا يكتبوا صح أختي بارك الله فيك صحة الأخ عبد القادر من فرنسا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك خويا أهلا وسهلا بارك الله فيك على هذا النصائح الله يسلمك خويا تفضل الله يزيد لك في عمرك يطول لك في عمرك إن شاء الله بارك الله فيك كثر من كالك بإذن الله أجمعي إن شاء الله هذا الأخ هذا الأحشاب بارك الله فيك انت راك تدرس وانا عندي كتب تاع السيوطي اي والله هذو الصالحين اللي كانوا كتبوا العلم في المغرب العربي ايوه هم منهم كان كتب كثيره في تونس اخواننا في تونس وكان في موريتانيا
ايوه على بالي. كانوا مدرسين في المكتبات تاعهم، عندهم ما شاء الله علم عند المسلمين عجيب، ولكن ما يستعملوا به، ما يخدموا به، يخدموا غير بالشيميك. لهذا كما قلت انت يا واحد هنا عندنا في فرنسا، واحد لها يبرق في العين، في العين، وهذا الاخت من قبيل تاعنا اجا وقال لي عبد القادر واش عندك وصفه ولا رقيه اديها لنا باش نختار نلقي في سبيل الله، في سبيل الله ما ندي والو. جاء قال لي والله عبد القادر ما عادش نرقدو، ست شهور ما عادش نرقد وقالي مقلق، زوجتي راهي مريضه، انا دار لها ابره في العين، وعندي في الدخلات الشيبانيه ثاني دار لها ابره في العين، ما ولاتش تشوف. نعمات يعني عافيك ما ولاتش تشوف. هذه الاطباء سبحان الله، في هذا الكتاب اللي جاب لي واحد الاخ من تونس، قلت لها دارت الماء تاع تاع العين كما يقولوا احنا تاع الجرجره. ايوه. ايوه الماء الصالح تاع الصالحين تاع سيدي عبد الرحمن. ذاك اللي صحب الجرجره يسمعوني فيها. كاين كاين عين نتاع سيدي عبد الرحمن كان يدير الخلوه فيها، يدير الخلوه، هي الخلوه كان يدير فيها الدعاء، كان يدير فيها الخلوه وفيها بركه كبيره. ايوه ايوه مشات تماك ودارت هذا الماء، لكن قلت لها وين ما توضي توضي بهذا الماء تاع العين، وحلي عينك في الواد، في الواد عند لاسوق، حلي عينك في الماء وريحت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن شكون اللي دار لها، شكون اللي دار لها التشكا في عينها؟ الاطباء ولا؟ اطباء هنا نعم في فرنسا هنا داروا التشكا في عينها. ومن بعد فقدت البصر. عندي بنت خالت الشيبانيه فقدت البصر. وبعد رجع لها بهذه الطريقه اللي راك تحكي عليها. لا عفوا انا كان زوج، جاوني زوج مرضى، بنت خالت الشيبانيه وعندي اخت هذه من قبيل، قلت لك زوجها يبغي يعرفني في المسجد. زوجها جا قال لي ودي عبد القادر راني مغبون مانيش نرقد، وزوجتي هاي مضراره، الطبيب شاد لها يبرة في عينها وقال لها عاودي تولي لي باش ندير لك الزوجه. قلت له وياك تعاود تولي لها، بالك تعاود تولي اختي. انا سمعت قاويه ثاني واحد اخرى قاويه نعمات بهذا اليباري تاع العينين. ايوه قال لك والمسلمين قال انا نعمات. ايوه انا قلت لها بالك تعاود تولي لها، قلت لها روح للبلاد، روح للعين اللي كان يتوضا فيها سيدي عبد الرحمن، ها فيها البركه، وتوضا تماك وصلي وقعد اللي تقدر، وقذب الماء وكل صباح ديرها على دير قذب كيف يقولوا الطاسه تاع تاع الوضوء، وكل صباح تقول يا ربي توضا وقول يا ربي انت الشافي، لا شفاء الا شفاك ولا يغادر راس قمر، اللهم انت نزلت هذا الماء مباركا يا رب العالمين على الصالحين، اللهم شافينا به. هذا ما كان. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي عبد القادر، شكرا جزيلا. معنا الان طبيب دكتور محمد جودي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام من حال الطاقم موجود معكم سي محمد. كان الاخ هذا عبد القادر من فرنسا تكلم لنا على مراه، ربما سمعته. نعم سمعته. يعني ايه واش تقول لنا في هذا الميدان؟ انت مختص في قضيه الاعجاز العلمي والطب الطبيعي والتداوي بالدعاء والقران. نعم بارك الله فيك يا رشيد. الاخ الفاضل تكلم على واحد السيده يعني اللي عملت انجكسيون ليفو دو لوي، يعني ديتيليز فور تاريتي دي كونديسيون تاع لا ريتين في العين. فالامور هذه تاع الدعاء وال يعني الاستشفاء بالدعاء موجوده رشيد عندي، لان واحد عندما يعني اذا الله سبحانه وتعالى يكون في حاله ايمان يعني عاليه فالدعاء مستجاب. تعرف رشيد احنا كمسلمين يعني الحمد لله نبلغ الاشياء هذه، ورانا نكتبوا ونتحركوا في مجال الطب الاسلامي، يعني ما ذكر في القران مما تداوي بالقران، تداوي بالذكر، تداوي بالصلاه، تداوي بالتسبيح، تداوي بقيام الليل، يعني الامور يعني مأكده كلها من الناحيه العلميه. الحمد لله موجوده شيء عجيب الان، يعني نقدر نفيروها الحمد لله. وكيف قلت يعني الاشياء هذه تاع الدعاء عجيبه، الانسان
ياخذ بالاسباب يروح على الطبيب ويعمل كل شو ويدعي، يعني دائما الدعاء ما نفسه اخرى، الدعاء هو السلاح يعني. ام خارشد بارك الله فيك محمد. عندنا مكالمة من فرنسا ونرجع لكم بعد إن شاء الله. سي محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم، أنا محمد من فرنسا، وشاكم لاباس؟ الله يسلمك، بارك الله فيك خويا. أنا حبيت ندخل برك من ناحية كيش يقولوا خب اسما، جربنا احنا حب الرشاد هذا يا فاريك سبيريونس. وي نقول لك احنا في الجزائر نعيطوا له القرنون ما تقول انت. اسمح لي سي محمد، القرنونش هو بالنسبه لنا هذيك العشبه اللي تشريها من السوبر مارشي ولا باش ديرها سلاطه. حب الرشاد هو يخرجوه من قرنونش واحد اخر رقيق، انا وريناه في الاخر. هذاك يخلوه حتى يطلع مونتون غران، يدير دي غران الفوق، وهذوك لي غران ينحوهم اللي يعطي حب الرشاد، ماشي كيف كيف كما الاخر، يعني واحد حب والاخر شلاضه. تفضل. لا لا الاخر شلاضه احنا ناكلوه شلاضه، وهذا نداوي به. احنا نستعملوه باش نتذكر انا ماني وجداتي تما احنا في الجزائر، ونستعملوه ثاني في البليده. نستعملوه في ثلاث حوايج. كي يكون واحد تكسر في الكسر، واحد تكسر مثلا يكون كبير في العمر، صعيب باش العظم يعاود يحكم روحه. أيوة. بالحب الرشاد هذه اكسبيريونس، يعني مانيش تما او ربي شاهد. كانت عندي جداتي في عمرها اكثر من 80 سنه، طاحت تكسرت بصح تكسرت من جهه الفيمور، ماشي في لا، كي تكسرت في الكول دو فيمور، يعني عطالها قال لها البلاط وقال لها بلي لازم تريحي على كل حال اموا واحد 4 شهور ولا 6 شهور مينيموم. ايوه هي كانت تاكل حب الرشاد وهي مالفة تاكل حب الرشاد، يعني تاكله نورمال اسما مغرفة حب الرشاد تشربه مع العسل مع الصباح اون جينيرال. ايوا ميم با نقول لك انايا بالك نكتب نخاف نكتب نقول لك 3 سمانات 4 ولا تحس روحها مليحة. راحت عنده باش دارت الراديو، الطبيب تخلع كي شاف الراديو صاب اللي العظم هذاك شغل كيما نقولوا حنا سوتيه لي بوان سوتيه هكذا شغل سودا. تقول هذه تسمى هذه سين اكسبيرونس. لا دوزيام اكسبيرونس هذه تاع اختي كان عندها وليدها حكمته لا دياري، كان في عمره ما نقول لك 6 شهور ولا 7، وعلى بالك الطفل الصغير كي يحكموا لا دياري بروبليم، تسمى هو يشرب غير الحليب، واش تعطي له؟ تعطي له الحليب يزيد لا دياري، تسمى عطى له الطبيب بيديات عطى له ان تريتمون دو 6 موا. ومن بعد يما الله يرحمها قالت لها عطي له شويه حبر الشد. قالت له سي ديري له ان بيتيت بيوري هكذا تاع الزروديه ولا ما باش هكذا، عطي له سي عطي له هكذا بالمغرفه شويه هكذا ديري له حبر الشد. اختي قالت لي انا عجايز انا نتبعهم انا تعطيو لي هكذا، باسكو علاش شغل الحبات هكذاك شغل على بالك كي تاكلو فيه شويه الغر شغل ان بتيت كول هكذا وميم طو شغل حريو شويه خاف قالت لك طفل 7 شهور انا سي محمد سي محمد راك تتكلم على الحب نفسه ولا على القرنونش؟ لا على الحب انا داكور صح. قرنونش حنا ناكلوه سلاطه فوالا سي بوكو الاخر اي داكور. لا انا نقول لك الحب هذاك الاحمر هذاك كي ديرو في لسانك هكذا شويه عنده شويه يولي جيلاتينو شغل كيش يقولوا بتيت كول تخرج هكذا كي تاكل هكذا فوالا يولي شغل جيلاتين فوالا سي سا هذاك هي جيلاتين. ومن بعد كلو كان زعما تكسرو بسنانك هكذا تولي كاز افيك لي دون هكذا يعطيك شويه حروره ا بري شويه حر هكذا كيما القرنونش كيف فوالا كيما هكذا فوالا سي ميم كوا ا بري فوالا وي. دونك هي واش دارت؟ عطات لوليدها باسكو هي راح تخدم فوتوغراف راح تخرجت خلاتو عندها بوندون دو جور ولا مش عارف هي واش دارت عطات له هذا اخر عطات له ميم با اون جورني هذاك حاشك الوسخ هذاك جزاك الله شغل بدا يعقد شويه وبو دي سيمان انا نقول لك انا وبو دي سيمان حبست له دياري. كي رحت عند الطبيب تخلع قال لك كيفاش هذا 7 سمان انا عطيت له انا 7
اعطيت له واسمه الوصفه تاع 6 شهور ثم 3 شهور. اوكي هذه اكسبيريونس انا تاع اختي وتاع جدادي. عندي ثاني نستعملوا في حاجه واحده اخرى التروازيام هي اللي يكون عنده برونشيت ايغو ياكل حبر الشاد مع العسل بونبون واحد اون سيمان هكذاك كل يوم ياكل مغرفه هكذا هذاك واسمه لا برونشيت الدواء يبدا يتسرح الوسم تاعو الصدر يبدا يتسرح انا باسكو كنت ازماتيك زمان وفوالا هذا واش حبيت احنا هذا واش نستعملوا واسمه كان يقول لك يستعملوه للمراه الحامل وكذا هذه الله اعلم انا ما جربتهاش ما قدرتش نكتب حاجه اللي ما درتهاش مي هذو اللي درناهم هذو اللي تما احنا استعملناهم ما شاء الله سيدي تيمونياج انا تكلمت اليوم على الاخر الكسر تكلمت على لي فراكتور طبعا في اطار الحصه هذه ما نقدرش نعطي كل التفاصيل الاخر لا كونسوليداسيون دي فراكتور كاين حبر الشاد كاين اعشاب اخرى قويه جدا على لاش لها فيها بعض المواد اللي هي تساعد على الاخر بتسودي هذاك الكسر بقوة من بينها لسيليس ولا لسيليسيوم أيضا اللي موجود في بعض النباتات وبعض الخضر فتكلمت أيضا على قضية الجارية ما تكلمش عليها لكن تكلمت على الجهاز الهضمي بصفة عامة مشاكل عامة في الجهاز الهضمي لا برونشيت وي تكلمت على الدراري الصغار كيفاش يديروا لهم البيخة صغيرة هكذاك على صدرهم وطبعا اللي ياخذوا انتيريورمون قلنا عنده مفعول على الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي على الكبد على يعني شيء عام ولهذا لانديس اندي داروا كسوبر اليمون هو في المرتبة الاولى من المواد المغذية وطبعا المواد المشفية سي محمد جودي كان عندنا دي تيمونياج هنا ان بو امبورطون نعم بالله شكرا واش كيش ما عندك تجربة في هذه في تيزي وزو والله تعرف يعني بلاد القبائل المعروفين يعني بعض السيدات الكبار في العمر عندهم قضية الأعشاب الرشيفان انت تفضلت قلت بانه لو كتبنا يعني ما عندناش ناس دي فيتوثيرابيست يعني اللي يروحوا للجبال ويتكلموا مع الناس يعني ياخذوا لي فورم تاعهم ويجربوهم في المخابر فاهم؟ وي هذا معروف عندنا في بلاد القبائل وماشي بلاد القبائل فقط يعني في الجزائر فقط كاين الناس ولكن انتم كاخصائيين رشيد تعرفوا الدوزاج تاع لي زيرب يعني كي لحق الله توكسيسيتي وما تكونش لا توكسيسيتي يعني من الناحيه هذه فقط باخي الاعشاب هذه فيها خير كبير يعني نقول فو توجور كومبيني زعما لا ميديسين اللي انا عايشين بها والدومان باسكو كيف تكلمنا احنا الحاجه نحي الدومان دو لا بريفونسيون الوقايه الانسان عندما يستعمل الاشياء هذه كان الاخ الان تكلم عن العسل احنا العسل نعرفوا كاين ديزونستيتي في نيوزيلاند نوفيل زيلاند الاسترالي عندهم ديزونستيتي غير عن العسل بالديفيرون العسل كاع تاع الموندونتي وتقرا بلي لاباكتيري باغ اكزومبل سيرتان ديال يعني بعض الانواع تاع العسل دي باكتيري نوتو يعني ما ديباسوش كيف نقولوا 72 زون تروح لي فيروس فاهم العسل معروف وربي سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس دونك العسل اللي نستعملوه الان لي زومبيتي هذه لي ديابيتيك اللي عندهم زومبيتاسيون باسكو يضريه رابيدمون ما تكونش بيليلاسيون ميكروبيان ونيفو تاع الجرح وتجمع تم يضرب باذن الله فكيف فيه بوكو دو ريشيرش تنواش وي avec cette différence que هنا مثلا السيد تكلم لنا على جداه اللي كبيره في العمر كبير وعلى عندها une fracture apparemment du col du fémur ce qui est très fréquent وتجبرت في يقول لك en quelques semaines et ça c'est important c'est pas de la prévention ici mais c'est du le traitement c'est
effectivement, le principal, c'est de confier une équipe, parce qu'un médecin qui prend un dos, le médecin, c'est la définition par la maladie d'elle, parce que je fais des études aussi, l'espace par la maladie d'actrice. يعني كلما يخط بالباب هذا يعني من خط دائما تكون احنا كاين دي ميدسان تاعنا الحمد لله روح تقول له باغ اكزومبل جي بريانونس دوتي تمشى تشرب في العسل ورجع ثاني صالح ماشي مشكل توجو تي البوليسيون ياخذ بعين الاعتبار المسائل ويسمع لهم مي قلت لك نعيشوا بلاصه لي زون ميدسين هذا علم والضمان تاع العشب سي توجور فو كومبيلي واحد وقل ربي سيدنا حتما C'est un sujet لماذا الدراسات موجودة في كلية الزراعة مش حتى كلية الصحة موجودة الدراسات وما يستعملوهاش لماذا الصينيين يستعملوا الطب التقليدي تاعهم لماذا الهنود يستعملوا البرمينيين البيرمون يستعملوها كلهم حنايا قاعدين عندنا طب تقليدي وكما قال الانسان هذاك الكتب تاع السيوطي الاخر موجوده لماذا ما ندرسوش التراث تاعنا لكن هذا موضوع اخر عندنا الاخت فتيحه من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم je vous remercie beaucoup pour votre émission ça fait des années que je m'intéresse à la phytothérapie personnellement comme ça parce que je crois vraiment aux plantes et le chimique, je pense qu'il a fait des ravages et je pense que même en France ici, les gens s'intéressent de plus en plus aux plantes et ce que je téléphone pour je suis en train de rechercher un traitement pour les kystes parce que j'ai lu quelques trucs comme ça dans la médecine chinoise, ils disent que c'est à cause du froid qu'il y a des kystes dans le corps, mais ce que je veux savoir, c'est qu'il y a des plantes pour les kystes sur les reins parce que c'est mon mari qui a ce problème. Je voulais dire à nos frères et sœurs le premier soin, la santé, c'est le mettre là, le pesticide, le roi, bla la pollution, ou le mât, ça a fait, ou le sport. Déjà, c'est les premiers traitements, paya et l'hygiène. Voilà, déjà, c'est très, très important. Bon, mais moi, je vous téléphone pour savoir s'il y a un traitement pour les kystes. Pour les kystes? Oui. Oui. Les kystes, surtout au niveau du rein. Oui, oui. Bon, c'est exactement ce que vous venez de dire là. Il faut d'abord... connaître l'individu. Nous, c'est en médecine naturelle, on est, comme on dit, holistique. Holistique, c'est le mot anglais holistic. Ça veut dire la médecine de la personne totale. La médecine de l'homme total. Et donc, il faut voir plusieurs paramètres dans la vie de votre mari pour pouvoir savoir comment attaquer. Parce que nous n'avons pas, en général, un traitement, je dis bien en général, on n'a pas un traitement déjà fait, prêt à l'emploi. Il y en a, mais pas dans tous les cas. Mais on essaye de faire un peu comme un costume pour chaque individu. Et donc, après avoir étudié toute la vie, l'histoire des maladies de la personne, sa nourriture, son enfance, son état psycho-émotionnel, on peut, par la suite, établir un traitement. L'état est psycho-émotionnel avec ce qui se passe en Algérie, c'est sûr. Oui, on le sait. on le sait, mais ce que je voulais vous dire, vous pouvez toujours commencer par, je disais à une sœur tout à l'heure, que j'ai un document sur Internet, sur Google, qui s'appelle Stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale. D'accord. Stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale. J'ai mis ce que vous avez résumé en une phrase. Moi, je l'ai mis sur 14 pages. D'accord. Oui. Avec force détail pour les gens qui veulent vivre en bonne santé
Et ceux qui veulent traiter certaines maladies telles que le diabète type 2, l'arthrose, etc. Quand on vient aux pathologies un peu plus compliquées, rénales, cardiaques, hépatiques, etc., il faudrait vraiment un interrogatoire assez poussé d'une heure ou d'une heure et demie pour pouvoir établir un traitement. Et si ça vous intéresse, vous laissez vos coordonnées à la régie et je vous contacterai. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. De rien, de rien. Je voulais juste rajouter, pour le Covid-19, j'ai lu que Ferbayoun, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai entendu ça sur Internet, pour le Covid-19, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Ferbayoun, voilà. Je ne vois pas. Comment vous répétez le mot là, s'il vous plaît? Alors, c'est un monsieur qui disait que le ferbayoun, c'est une plante qui est bonne pour le Covid-19. Moi, j'ai un frère qui a eu le Covid-19. Il est comme moi, phyto, et il a traité ça qu'avec la vitamine C et avec le benabaoui, avec les dattes. Et alhamdoulilah, tout va bien. Voilà. Écoutez. Ce Covid-19, son origine est encore floue pour nous. Hein? On nous dit pas mal de choses, des déclarations contradictoires selon les pays. Et donc, on ne veut pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème viral. Un problème viral, nous avons des approches antivirales. Alors, nous avons. Exactement. Nous avons, là évidemment, je peux donner des généralités, je peux vous dire ce que vous avez fait, c'est bien, mais vous pouvez toujours faire par exemple des fumigations avec les clous de girofle. Oui, c'est extraordinaire. Vous avez les huiles essentielles, vous pouvez faire des fumigations avec l'eucalyptus radiata, avec la cannelle, l'huile essentielle girofle de Rabinsara, etc. Mais c'est juste au niveau des fumigations, des inhalations, je veux dire. Et donc, nous, à mon niveau, au niveau de ma famille, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. On n'a pas de problème du tout. Et je connais des gens ici à Londres qui ont traité, qui ont eu, toute la famille a eu les symptômes, et sur 24 heures, ils ont utilisé par exemple l'huile essentielle de girofle juste sur les bouches et les caustiques, hein, et des fumigations de clous de girofle. Je peux vous dire aussi qu'il y a une thérapie qu'on appelle l'acidothérapie, c'est de faire bouillir du vinaigre dans toute la maison, laisser ouvrir les portes, et ça a tendance à tuer les virus aussi. Donc, vous pouvez faire un peu de tout ça pour vous protéger, protéger la famille autour de vous. C'est très important. Je voulais dire qu'on a fait beaucoup de doigts, beaucoup de doigts spécifiques qui sont dans le Tashtuyuti, doigts, plus la médecine. Ben voilà. Et je dis aux musulmans, dites Salam Aoulan Mirabi Rahim 180 fois et tous les jours jusqu'à ce qu'ils partent. Voilà. Ben voilà, je donne. Salam alaikum. Salam alaikum. Je donne le micro au docteur Judy qui va peut-être vous confirmer ce que vous dites. C'est Mohamed. Voilà, tu as entendu la sœur là, ce qu'elle disait en France. Le Covid, Rachid. Surtout la manière dont il faut, quand on a une catastrophe sanitaire comme ça, il faut faire des choses pratiques d'une part, mais le doua est effectivement, elle demande aux gens d'y avoir recours. Bien sûr, c'est normal, le doua ma'rouf, Rachid. Il y a un qui est malade, tout ça, oui, c'est un qui est malade, il paraît que c'est le plan médical, le plan des herbes, le genou, le doua d'aime, le doua hiyat, mais le plan de la terre, le doua. Non, Rachid. Si c'est possible, il y a un spécialiste. Je suis il faut qu'on ait suivi. Le spécialiste va décider de dire la sclérothérapie par fonction de l'artiste, ou la direction, même si c'est une gêne. Oui, bon, ça c'est pour la question du kyste.
Oui, non. Bon, ben, oui, la question du kyste, oui, c'est vrai. Bon, il y a, l'aspect chirurgical et des aspects naturels. On peut toujours essayer les solutions naturelles. Et si ça ne marche pas, on peut aller à la solution finale, qui est la chirurgie. Bon, ce sont deux approches philosophiques sur le plan de la santé qui sont différentes. Oui, c'est vrai, la chirurgie reste le moyen, mais on peut essayer d'autres moyens naturels avant ça. Adna l'Okh Zoubeïda Mifiransa, salam alaikum. الأخت زبيدة حبيت نسألك على عندي زوج أولاد بنت وولد يتيحوا لي بلا ميغرين. أيوا كبار ولا صغار؟ واحد عندها البنت 39 والولد عنده 44 دو كبار شحال عندهم وما عندهم الشقيقة هذه؟ هذه شقيقة صدر دولون طب لك يا كطحة ولا سنكع يوم الدواء لي كاشي كالمي وكي تقطع حتى التقية وتحكو بلات ما تنوضش على إلا على غدوة. قولي لي الحاجة بنتك واش تخدم؟ ما تخدمش كانت تخدم واليوم ما تخافي با مالي أنا كسيدا تخافي مي صافي دوزا مي صافي كيس كيل فوزي أفون؟ كما؟ كيس كيل فوزي أفون؟ Elle était vendeuse dans un magasin des enfants. D'accord. Vous voulez de quoi chercher? Bah, oui, il travaille dans l'isolation. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont des portables? Oui. Oui. Est-ce qu'ils les utilisent beaucoup? Comment? Est-ce qu'ils les utilisent beaucoup? Bah, oui, je trouve que ils aillent tout, اوكي سمعي فينا وا 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 اللي تيليز وي اللي تيليز بوكو في الليل في الليل وين يحطوا البورتابل هذا با يحطوا في الصالة يحطوا في كوتي كي يرغدوا ما يرغدوش ما يشوفوش الانترنت به نو 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 الولد وي يشوف الانترنت مي البنت نو وي ما يحطوش فوق الاخر لا طاب دو نوي ا كوتي ولا نو 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 parce que ça ça peut être un parce que vous avez deux personnes dans la famille qui ont ça كاين كثير من الناس اللي حساسين عندهم مشكل تاع لي زوند الكترومغنيتيك هادو كي لور كوز دي زوند هو ني الراجل تاعي كان يقبطو الراس بكري شكون سي غير دي تاع كان يقبطو بكري او بالك حد ديزا ولا دوزا مي كي كبرت حما يوجعوش مي ابري عاود سي لا في لا روجواند والدري لو كارسو الا في اوكي شو خلينا نشوفوا مع الطبيب اللي معنا دكتور جودي واش يقول لك سي محمد وي الو السلام عليكم الله يجيب لهم الشفاء الاولاد ان شاء الله سو لو بلون ميديكال لي ميغران ناشيد لو سبيسياليست كيلكو فوار يعني الاخصائي هو اخصائي تاع الاعصاب النورولوج فاهم النورولوج سما با دوني بريمييرمون لاخر لي زاناليز دو سون سيرتو عندها بنتها لا فيمال سما شغل اللي نقلها دي تيست على لي زورمون فهمتني يا رشيد وي وكان عدة أسباب يعني كان تكون أسباب يعني نفسية أسباب عندها علاقة بالتغذية أسباب عندها علاقة بالأدوية فالطبيب يعني خصوصا يسأل كاع الأسئلة هذه فاهم في النيرمو لازم يروحوا للنورولوج ولا ميغران معروفة رشيد دي فوا يلحقوا يقول لك الكوزيتيولوجيك يعني الأسباب تاعها طبيا يقول لك مش معروف اللي يقول لك ميكانيزم اسمه فيزيولوجيك مش معروف فاحنا لحقنا يعني اعطيك تجربه صغيره فقط يعني بعد ما تكون يعني لقاء مع طبيب الاخصائي تاع الاعصاب تسال انت اذا ممكن يعني الانسان هذا يعمل حجامه لان احنا الحمد لله انا كنفسي يعني استعملت حجامه على الناس اللي كانت عندهم لاميغران استعملتها خطره في الشهر لمده 5 اشهر ثم اون فوا بار موا pour une durée de 5 mois, le hijab.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقيقتين كانت به ويديروا شاشة البرق باسكو يا دي سيبستونس كي سون سكرتي او نيفو فاسكولير دو سيرفو ودي لي سيبستونس هادو يعملوا الفازو ديلاتاسيون تسمى شغل يعرضوا لبسو تاع الدم في الراس ومن بعد يجي الاعراض هذه كلها واحد يقدر يتقي انا احمل شرابي الراس يوجعني يقدر يكون من ناحيه تسمى اليمنى من ناحيه اليسرى ولا في زوج فاهم فالحين ما شفنا دي ريزولتا تنقسم طب دو سيبستونس هادو مع الوقت والله كانت عندي انا ميجران يعني بعد الحجامه كل شهر كل شهر لمده 5 حتى 7 اشهر راح شقيقه يعني زعما الحمد لله فتحاول تاخذ راي تاع النورولوج يشوف ايش المشكل دي فوا باسكو تسمى ديزيكيليبر هرمونال هذا فما يقدر يمد الاشياء هذه تاع تاع لا ميجران ويقول لهم يعني كلموا تكلموا معه اذا كان يعني مسلم يعرف الاشياء هذه يعني اكيد انه يفهم باللي الحجامه عندها ميسي ثيرابيوتيك يعني تداوي مباشره قضيه الشقيقه هذه ولا لا ميدا. الاخت زبيده ما زلتي معنا؟ أخذ. يبدو الاخت زبيده راحت. ما راهي سمعت واش راني معاك اكي معنا اكي سمعتي الدكتور جودي واش قال لك؟ وي قال لك الحجامه عندها مفعول قوي في الميدان هذا. انا نشوف فيما يخص المراه ممكن يكون مشكل ديزيكيليبر هرمونال سا سي تري بوسيبل ويحدث بزاف للنساء. كونت ا فوتر فيس جو نسي با كيما قال الدكتور جودي لي كوز سون تري ديفيرس il faudra vraiment un interrogatoire poussé. كلام معاه لمده بان الانسان يقدر يشوف فيدير له ان تريتمون. واش نقدر نقولوا دركا للسيد اذا عنده الاراده يحاول يدير الاخر صيام علاجي نتاع 5 ايام ان جون ثيرابوتيك دو 5 جور سيتادير كو بوندون 5 جور يشرب 2 3 لتر دو افيك ان دو سيترون هذا ما كان ما ياكل والو بوندون 5 جور اي سا اون اون ا بارلي بوندون ان مومون لي زيتود على الصيام العلاجي ما الان راهي موجوده في كل مكان سي اكستراوردينير بور با مال دو مالادي يشفي كثير من الامراض هذا الصيام العلاجي فيجرب هذا اون اتوندون سينو ممكن تصلي بنا مره اخرى ونزيدو نتكلموا على القضيه اما بنتك بون فوالا شوفي اذا كان عندكم مشكل تاع الويفي في الدار هذاك في الليل غلقوه عندكم خيوط تاع الكهرباء عاقبين تحت الراس تاع السرير نحوهم هذو قاعدك راه مشاكل نتكلموا عليها ان شاء الله في المستقبل دير مشاكل كبيره كبيره في صحيه من بينها الشقيقه من بينها الشقيقه دونك يلزم الانسان يراعي كل هذه القضايا وال l'autre le maquillage c'est fondamental il faut revenir à une nourriture saine qui m'a dit l'oukht مقبل كاين un document راه في الانترنت في جوجل واسمه stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale حبطوه طبقوا التعديلات هذو بعدوا على لي برودوي كيميك بعدوا على لي بوليسيون بعدوا على الماكله تاع البطاط بعض الاحيان كاين مواد صغيرة في الماكلة اللي هي تدير مشاكل كبار دونك هنا يفو فريمون فوار ان نوتريسيونيست سبيسياليزي كي بو ايدي فوالا على الاخت زبيدة عندنا الاخت زهرة من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم خويا حبيت نسقسيك على يما تشرب في عشبة في الاخر لي غران دو كريسون وي فوالا حبر شاد وي عندها دوك قريب شهر من اللي بدات تشربهم ايوا وحست هي شربتهم باسكو نصحوها على جل العظام باش يقوي العظام اي أيوة والله شحال في عمرها يماك؟ 84 سنة نعم 84 الله يبارك هاي تسمع فيك والله يسلمك وبارك فيك دونك وحست باللي هي عندها لاخر لا تيرويد حاطه
أيوة. بزاف وباسكو هي ما تداويهاش بالاخرى، هي تداويها غير بعلق السوس، الطبيب تاعها قال لها تشربي علق السوس، وهي دوك عندها 5 سنين تشرب غير هذاك، غير تحس بروحها ايام تشرب كاس تاع الاخر، ميكوم عندها لاتونسيون ما تقدرش تشرب كل الوقت. دونك عرق السوس يطلع لاتونسيون. فوالا دونك تحاول روحها كي تصيب الصباح باللي لاتونسيون حاطه راهي تشرب، ولا ما قدرتش ولا كانت طالعه ما تقدرش تشرب. كيفي واش حسيت او نيفو دو لا غورج كانت اونكومبري، ودوك راهو تسرح هذاك المضرب. وي فوالا. شحال تاخذ حب الرشاد في النهار؟ راهي تاخذ مغرفه صغيره تاع حب الرشاد. مليح مليح، هذا ماشي مشكل. دوك المشكل سيك بعض الناس قالوا لها اللي يشربوها شربوها عام وبراو كاريمون من لي دولور دي زارتيكولاسيون، وبعض الناس يقولوا لها لا لا ما لازمش تشربي بزاف. إيه صح. النصيحه تاعك وشنو هي؟ هو حب الرشاد يستعملوا الانسان لمده مثلا 4 اسابيع هكذا، ومن بعد يوقف لمده اسبوعين، ومن بعد يقدر يعاود يزيد. هذاك لان حب الرشاد قوي جدا، وفيه بعض المواد اللي ممكن تاثر على الانسان، خاصه اذا كان الانسان كبير بزاف هكذا في العمر. فالانسان يحاول ياخذ لمده 3 اسابيع 4، ومن بعد يوقف لمده اسبوع اسبوعين، ومن بعد يرجع. هذه من جهه. من جهه اخرى اختي، تقدر تاكل القرنونش لو كريسون دي فونتين. وي شلادا كل يوم هكذاك، سي 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 بون سي بون. لوتر شوز ممكن، وانتم تسكنوا وين في فرنسا؟ باري. Eh bien, à Paris, il faudrait peut-être essayer de voir un phytothérapeute clinique, un médecin phytothérapeute, qui va lui conseiller des choses autres en ce qui concerne la fragilité des os. D'accord. Et tu غير لاتونسيون اللي تاخذ لها الدواء، حاجة لا فراجيليتي دي زو الطبيب التلاوي يتبع فيها يعطي لها تاخذ الاخر لا كوكي دوف بيو خطره في العام، باسكو الدواء اللي شربت من قبل كان عندها غير دي سي زيفي سيكوندار، من اللي راهي تشرب هذاك الكالسيوم تاعها راهو يشد مليح في ذاتها. شوفي شوفي اختي، كما نقولوا حنايا دائما الانسان هو طبيب نفسه. فوالا. عندما يدير حاجه يجربها ويشوفها فاتو ما يسمعش الناس واش راهم يقولوا. صح. لكن الانسان اذا كان شرب حاجه وشاف باللي راهي تضر بطريقه اخرى ما يبعد عليها. فوالا. يرحم والديك. اون اوت كيستيون مي كونسيرنون، انا شربت الاخر شربت الحبه السوداء بوندون الكونفينمون. نعم. ومن بعد بو دو 3 سيمين 4 سيمين لو ديابيت تسقم. ايوا. باسكو ما ناخذش الدواء. كان عندك ديابيت تيب 2 انت ياسان؟ انا كي ناكل حاجه اللي فيها في الليل حاجه كيما لي بات ولا الصباح نصيبو طالع، بصح ولا كليت حاجه اللي ما فيهش سكر ما يطلعش. مي النهار بديت نشرب هذا قعدت هكذاك الريجيم تاعي عندي 8 سنين وانا ريجيم واحد توجور نحضر روحي على ما ناكلش سكر وما ناكلش حاجه اللي يطلعوا. هذه من جهه. بون دونك انت عندك ان ديابيت تيب 2 دياغنوستيكي. فوالا فوالا. بون داكور. ومن بعد ما راكيش تاخذي الدواء عليه؟ نعم. ما راكيش تاخذي ميتفورمين ولا حاجه؟ نو 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 والو والو والو، خير ديجي مالي بون. اما شوفي اختي شوفي اختي، روحي الانترنت حطي الوصفه اللي قلتها للاخت من قبلك، استراتيجي نوتريسيونيل دو سونتي ديجستيف اي جينيرال. ومن بعد ممكن سمعتيني واش قلت لك؟ ايه. كان دوكيومون هذا حبطيه وطبقي فيه التعاليم، توري لك كيف الانسان ياكل باه مرض السكر ما يجيش، ولا لاكتوز بعد عليه، والامراض الجهاز الهضمي تروح له كذا. هذا هو اللازم. وتشوفي باللي صحة تاعك تتسقم، انت مع مرض السكر تاعك ما راش متقدم بزاف، دونك تقدري بالدوكيومون هذا استراتيجي نوتريسيونيل دو سونتي ديجيستيف جينيرال يعطيك تاع
التعاليم اللازمه باش تعالجي روحك. عندنا الاخ رابح من الجزائر وهذه اخر مكالمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بك خويا. هلا سي رشيد. نعم. نعم الله عليك. شوف حبيت نسقسيك، انا ديما نشوف ليميسيون تاعك، بارك الله فيك. الله يسلمك. حبيت نسقسيك على الصيام العلاجي الصحي هذاك. تفضل خويا. انا عندي ديابيت دو تيب 2. وي. ونشرب معاه الدواء. ايوا واش تاخذ الدواء؟ كل واحد ما يشربش الدواء، يشرب الدواء ما فهمتش، اذا كان نقدر نقول نقص كلش، خفت نحبس الدواء تاع الديابيت. أيوة. وما نشرب غير الماء بالقارص ولا نشرب معاه، ما فهمتش كيفاه برك، هذا ما كان حبيت نصائح. واش تاخذ الدواء؟ نشرب الاخر كيسميوه لا 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 مارال، والاخر جلوكوفاج. ايه هو عاده جلوكوفاج. شحال عندك وانت عندك الديابيت هذا؟ اون ديزان داني جو فيان دو ديكوفرير. وعندك اون ديزان داني وانت تاخذ في الدواء؟ انا اخذت في الدواء جي 68 عام. الله يبارك. شوف خويا واش نقول لك، انا الدراسات الان الجامعيه، وانا تكلمت على مرض السكر قبل سنتين هكذاك. نعم. المغربيه. ووريت بأن الدراسات الجامعية الآن توري بأن الإنسان إذا رجع النمط أكلي إذا إلى حمية، إلى ريجيم أليمونتير طبيعي كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، ويبعد على هذا لي تخوا بلونس، السكر الابيض والملح الابيض والفرينة البيضاء والمشتقات تاعهم والحلويات وكل الماكلة تاع المعلبة، الإنسان يرجع شيئا فشيئا لاستقرار. أنت تقدر تجرب، عندنا هذا وعندنا الوصفة اللي قلتها للأخت هذه، أنا عندي دوكيومون فيها 14 صفحة هاو في الانترنت، تقدر تحبطه وتشوف كيف تعدل الأكل تاعك. سي اون كوريكسيون نوتريسيونيل، تعديل للأكل بأن نرجع للأكل الطبيعي. بالطريقة هذه تقدر انت يا اذا طبقت كل شيء واش راه في الوصفه هذه، تقدر ترجع شيئا فشيئا، تنقص من الدواء تاعك كل، خلينا نقولوا كل سمانه تنقص شوي، اذا شفت راك لاباس عليك زيد نقص بالعقل، حتى ممكن توصل الى اذا طبقت الريجيم اليمونتير مليح، اذا طبقته تقدر توصل الدواء، تقدر تحبسه شيئا فشيئا. لكن ممكن شاور طبيب تاعك اذا كان يتفهم الموضوع. فهمتني؟ نعم. هذه هي الطريقه اللي نعملوا بها حنايا مع الناس. جربت حب الرشاد. الو. نعم انا نسمع فيك. جربت حب الرشاد واحد الوقت. الو. انا نسمع فيك سي ربح. جربت حب الرشاد، دار لي واحد القلقه قعدت ما نرقدش مليح، حبسته. ممكن ماهوش حب الرشاد اللي، يا اما كثرت منه يا اما عندك خديت حاجه واحده اخرى اللي ما خلاتكش ترقد. هو المفروض حب الرشاد ما يسهرش الانسان، ما يطيرش عليه النوم. سي رابح، هذه النصائح اللي قلناها لك. فمرض السكر الآن نعرفه باللي يتعالج طبيعيا، فما على الناس إلا أن يتوثقوا ويشوفوا المعلومات اللي موجودة باش يعالجوا هذا. والوصفة هذه اللي قلت عليها موجودة على الانترنت، استراتيجي نوتريسيونال دو سانتي ديجيسيف جينيرال، ممكن الإنسان ينزلها ويطبق المعلومات اللي فيها، والله هو المستعان. فنشكر الأخ طبيب محمد جودي على مشاركته معنا، ونشكر كل المشاهدين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.